مرحبا بكم في فقرة ألاباج. ما توصلش الشهرية، باش توصل؟ ما توصلكش حتى رسلناش الشهرية يا بنتي. ما فماش فلوس، وين الفلوس؟ فماش فلوس. شو كيفاش تعيش؟ فماش فلوس بالطلبة العباد، يا متاع الله الكريم عايشة العباد، فماش فلوس بالرسم، والله ما فماها فلوس. فرتنا تجبد. شهريتي ماشية، نركب منها، ناكل منها، هكا هو نصرف فيها خويتك نجي راس الشهر هكا بالصيف. اش نكذب عليك؟ معاش نصلولها باش نشروها الغل. بالحق والله الخضره غليت، الغل غليت، اللحم غلي، وهك تشوفي تو مازال لنا رمضان. شنو وين ماشيه؟ وين ماشيين؟ اش قالت المراه؟ الشهريه ماش كفيت الموت. كي تخلطوا عندنا 15 راهو سبب لك ديف انت. الدنيا غاليه برشا. شتولي عنده صغار، واش تتقى؟ كيف هي شهريه؟ وشنو هي شهريه؟ كيف رغمت؟ ياك تشوف الغلا انت. تقوم تصبح تقعد تلقى حاجه تزيد. منين باش كافي شهريه؟ الناس كل تقصي. انا نقسمها لكن ما نوصلش انا باش ما توصل وسط الشهر كان ما انت تقعد تتلفت بين جنابك. يا ربي اش باش هاو شف ظلي؟ شنو باش نعمل نكمل بيها هذيا؟ اش باش تعمل لي؟ ركوب ماكله ضو ما اش تعرف؟ التونسي ياسر صابط وكل شيء غلي. ليه فماش الفاضل؟ ليه ما فماش الفاضل؟ لا 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 مستحيل. كان باش نوصلوا هكايا شهرية ما عادش مكفية جملة. التونسي تعب برشا مسكين والله العظيم. والله بقراية صغار وكل شيء وزيد ما فماش يعني باش ينوى دوبا دوبا. شهريتي أنا واش باش نوصلها؟ الشعب التونسي ما عادش خالت حتى على قال الرجل على الخبز. يا بنتي شهريتي يقسموا بالله العظيم نقص على مرتين. قولش عليك النمالة نجبد وش بيك أختي؟ كل يوم التونسي البسيطة هذه حسابية يلزموا لا عنده موتور ولا يلزم 45,000 يوميا نايب وعنده زوز ولادة وبرا. شوف سوق الخضرة يهبطوا آخر وقت ناس باش تقضي معاش خالتة ولا نستلم الزبلة. والله شنو باش نقول لك؟ معناها أنا تو معناها تو نخدم في سوسيتي إلكترونيك وكل شيء ما نخلطش أصلا. معناها شهري ما توصلنيش لآخر الشهر يعني كي يبدأ الزوز معناها يتعاونوا ينجم يوصل فهمتني؟ أما واحد وحده ما ينجمش. ما عادش قادرين بالكل باش نعيشوا كيف قبل. والله تحس المعيشة صعبت حاصيل كل شيء صعب. أنا وحدي أقل حاجة يمكن مليون. أنا وحدي باش نجم نوفر روحي اللبسة والمكياج وكل شيء. ما توصلش الشهرية أختي. والله نخدم شهر كامل وفي الأخر عقب شهر تقعنا بالصيف. المعيشة غالية في كل شيء، في كل شيء، كسوة الخضرة كسوة الحانوت كل شيء أختي. والله وأنا شهرية معمل قص منها قرض ومواد بناء وبرشا حاجات نلقى روحي في الأخر بلاش حد شيء. بون شهرية أنت كما تعرف بالحق شهريتنا متواضعة جدا. كوسوا سورتو نحكي على الوظيفه العموميه حتى الوظيفه الخاصه ديجا اش خليه انت كنت تدور تلقى اكثر من نص الشعب عايشين بالقروضات عايشين بالسلف عايشين بالتقسيط عايشين بال فهمت يعني فريمون بو عائله اونتر 2000 3000 على الاقل مليون. اقل حاجه مليون شي نجم خلص ما يضو وهكيك اقل حاجه. هما تو معناها موظفين معناها ويخلصوا معناها بالقدا وماهمش خالطين معناها يوصل حتى وقت شهريه نتاعو مليون وماهوش خالط. على قليله يعيش عادي نورمال مليون و800. على قليله شهريه مليون وخايتي مليون باهيه توصل بالقدا. اقل مواطن في تونس لازم ياخذ 2 مليون ونص. اقل مواطن باش ينجم مرتاح يعني كلي قد قدم اللي كاري تحب لهم 3 مليون وبدا احكي. أنا مذابية سيد الرئيس والسلطة تخذ رنا بعين الرحمة ويشوفونا حل في المعيشة متاعنا. بصراحة الدنيا غليت برشا وماشيين في هاوية وحتى واحد ما متلفتنا وحتى واحد ما قعد سامعنا ويصر ضغوطات علينا في الخدمة حتى في المعامل يصر ضغوطات علينا يصر ضغوطات ما مش متلفتين لينا في حد شيء. راهو كان في الخدمة ممروجين كان في المعيشة ممروجين كان في كل شيء ممروجين أختي لحنينة. والله تابعونا في فقرة أرباج. We'll be right back.